يلا نبدأ قصة أنا أحب، بس بشرط تكملوا الجملة معايا. أنا أحب التفاح. برافو، أنا أحب التفاح. أنا أحب، برافو، البرتقال. أنا أحب البرتقال. أنا أحب العنب. أنا أحب العنب. حرف النون، تعالوا نشوف كلماته. نون، وحرف النون جه في كلمة عنب، عنب، وجه حرف النون في وسط الكلمة، كلمة أنا، أنا، وهنا حرف النون برضو جه في وسط الكلمة. نون، نون. تعالوا نفتكر أصواته. نون فتحة نا، نون كسرة ني، نون ضمة نو. حرف التاء، سمعنا في كلمات ايه؟ تفاح، تفاح. حرف التاء جه هنا فين؟ في اول الكلمه. برتقال، برتقال، شايفين حرف التاء جه في وسط الكلمه، تاء. تعالوا نفتكر اصواته. تاء فتحه تاء، تاء كسرة تي، تاء ضمة تو. برافو عليك. خلصت قصتنا، أتمنى تكون عجبتكم. توعدوني نراجع على الحروف اللي شفناها كويس النهاردة في القصة ونكتبها عشان ما ننساهاش. نتقابل المرة الجاية في قصة جديدة وتعجبنا بإذن الله.